خلينا كابتن استعرض مع الساده المشاهدين بطوله السنه دي او ميداليه السنه دي. يعني انا كنا بنقول في الفاصل يعني ما شاء الله دي ولا كانها بتاعت بيج رامي. فطبعا الميداليه جميله جدا، واتمناكم يا جماعه معلش بعد اذنكم يا ريت تجيبها في الشاشه للساده المشاهدين. الميداليه دي تقيله شويه عليكي ولا حلوه؟ لا حلوه، انا تقيله شويه بس. كانت عامله لهم كده يعني الميداليه. طبعا سلمى بتقول تقيل عليها شويه، بس طبعا يعني عشان الورد يتسال قول لي ولا انا غلطان؟ انا غلطان. البطوله السنه كانت صعبه. طيب كانت صعبه. كلمنا عن البطوله بقى كابتن، يعني يمكن سلمى واضح عليها الفرح الحمد لله، الاصرار. كلمنا عن البطوله، يمكن انتوا قبل كده كان يمكن ترتيب عام اقل من كده، النهارده ترتيب عام اول عالم، مشاركه 70 دوله. كلمنا عن ظروف بطوله العالم كابتن. والله هي احنا في يعني اكبر تجمع لبطوله، هي دي بتسمى بطوله العالم للكبار. بتتعمل كل سنتين. صحيح. المفروض كانت تعمل 2020 بس تاجلت عشان ظروف الكورونا. طبعا. تاجلت ل 21. الاتحاد الدولي والدول بره بدات تاخد بالها مننا قوي ان احنا بدانا نحقق مراكز في بطوله العالم في 2018. ايوه. وعايز اقول لحضرتك ان هم شبه غيروا القوانين عشان بسبب مصر. فعلا. لان احنا دخلنا في 2018 اول وتاني في الكراسي المتحركه، اول وتاني في الاعاقات الذهنيه، اول وتاني، فبداوا يقلقوا مننا شويه. لدرجه ان يعني كان متوسع علينا السنه دي بيتعمل لنا اختبار قبل اللعب. الاختبار كان صعب جدا، الاختبار للولاد عشان يتاكدوا اذا كانوا يستحقوا. اختبار بدني، اختبار بدني واختبار طبي واوراق طبيه وتعقيدات كانت من واحنا هنا في مصر، من كتر النجاح اللي عملته مصر. دي حقيقه، دي حقيقه. لان هم كانوا خايفين ان احنا في 2018 كان فرق ميداليه واحده برونز هي اللي خلتنا مركز ثاني عام. السنه دي الحمد لله اصرينا ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا، والحمد لله ربنا ادانا على قد مجهودنا ومجهود الاولاد، بذلوا مجهود رهيب بصراحه. احنا بقى لنا معسكر 6 شهور تقريبا. 6 شهور في المنتخب. وبتعسكروا معسكر مغلق ولا مفتوح كده؟ معسكر شبه مغلق، لان احنا بنقعد 5 ايام ونطلع يومين. ده بس ده يعتبر مغلق. هي اليومين اجازه دي. يعني يومين اجازه او 3 ايام اجازه حسب الوقت. وبتلاقي يعني استجابه من سلمى؟ يعني سلمى بتبقى منضبطه وملتزمه؟ ده لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجه بجد، مش عشان هي قدامي، هي اكثر لاعيبه ملتزمه في الفريق. والاجمل من كده ان انا لما بحب احمس الفريق بخلي سلمى تلعب اول واحده. ايه ده؟ صحيح يا سلمى؟ دي حقيقه. لا هي حماسيه جدا ما شاء الله. يعني ما شاء الله. اول ما تبدا انا عايز ابقى قويه وعايز ابقى جامده. سمعت كلام الكابتن، فهي واضح ان هي حماسيه. بخليها تلعب الاول والناس كلها بتاخد الحماس منها، لان هي دخلتها على الملعب مميزه جدا، من ضمن الحاجات اللي بتخلي سلمى تكسب دخلتها على الملعب ووقفتها والرياكشن بتاع وشها وقوتها، ده بيخليها ثقه للعيبه كلها. ثقه جامده بصراحه. ثقه للعيبه كلها. دي حقيقه. توقعت انها تجيب ذهب؟ هي اللي بتقول لي. احنا كل سنه انا قلت له يا طبطي انا ان شاء الله الاسبت كمان وكوره كمان واسبت كمان وان شاء الله، وانا اجيب الدي طبطي اللي ثبتني حاجات كده، ثبتني يعني تيتا حلوه يعني. بس انا عاجبني انها وعدتك. لا انا عايز اقول وهي داخله على الملعب انا بسالها بجد. يعني ده الكلام ده حقيقي. في 2018 انا كنت قلقان جدا، ولان كانت بتلعب واحده المنافسه بتاعتها كانت كبيره وكانوا ضامنين الدوين على التاخر. فكان الموضوع صعب قوي، منافسه شرسه، وكانت كسبها قبل كده في 2016 اللعيبه الثانيه. فقلت بقى ايه، نفس اللعيبه على نفس الموضوع، فقلت هخسر. فسالت سلمى مسكتها كده قلت لها سلمى هنعمل ايه النهارده؟ قالت لي هجيب اول ان شاء الله. قلت انا قلت لنفسي برافو عليك. السنه دي قالتها لي برضه، قالت لي انا هجيب اول ان شاء الله. والله حاجه جميله جدا. بص يا الاراده والعزيمه سلمى، يعني بجد انا عايز اقول لك ايه، يعني ما شاء الله انت اديتيني طاقه ايجابيه يا سلمى، تخيلي والله، يعني اديتني طاقه ايجابيه في كلامها.